السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. معكم احمد ورجعنا بحلقه جديده من لعبه نداء الحرب 3. خلونا نبدا. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيل الدخول اليومي، تحصيل مكافآت. طبعا راح يعطونا مكافآت زي ما تشوفون. الحلقه اللي راحت سوينا والله اشياء كثيره في البيس، او خلنا نقول الاساسيات، وما زلنا يعني نتعلم في اللعبه. حصلت على 60 دبابه الفاتح. هذه الدبابات اللي سويناها في الحلقه اللي راحت. خلني اشوف هل في دبابات ثانيه يا شباب. وين مصانع الدبابات؟ معلش انا تلخبطت شوي. هل هذا مصنع؟ خلنا نشوف معالجه. اوه هذه الصيانه. اوه مساكين هذول، اما عالجهم. عالج معالجه. ما نبغى معالجه فوريه، لا يكون في اشياء ناقصه تحت. شكله في اغراض ناقصه. طيب نجي هنا عند المحاصيل حقتنا. زي ما تشوفون المزارع انتجت لنا الكثير من الطعام. عطنا بالله. وهذا كان في عنده فلوس، هذا عطنا التجميع ولا اخذته؟ اتوقع اني اخذته. هذا ينتج لنا اموال. طيب حلو. يمكن نزود مزارع. وين المحاصيل عندنا؟ 46,000. نرجع نشوف هذه المعالجة كم تحتاج. سوي معالجة زي كذا أقدر. أيوة بدأت تسوي معالجة. حلو. طبعا هذا تصليح الدبابات. خلنا نشوف المصانع اللي فوق هنا. نبغى نسوي لهم تطوير، لكن لازم مركز القيادة هذا نسوي له هو تطوير. زي ما تشوفون كل ما جيت عند شيء وفيه مشكلة راح يوديني هو للمشكلة هذه. يعني يبغى المزارع هذه أنها تتطور. أجل طورهم كاملين. خلنا نسوي تطوير مجاني. طيب عطنا هنا بعد تطوير وبرضه مجاني. نايس. اتوقع يبغاهم الى ليفل 4 هذول، مستوى 4. عطنا مجاني. طيب نرجع الحين عند مركز القياده. في مهام يوميه هنا سويتها انا منجزه. تطوير مباني. حلو. اعطانا موارد. طيب عطنا هنا المهام. لا تطوير. كذا نقدر نطور مركز القياده. فبسم الله يبغى له ساعه و20 دقيقه. الصراحه يعني الوقت كثير جدا. احنا عندنا اشياء تسرع. عطنا تسريع. شوف هذا عندنا 64 مره نقدر نستخدم حق تسريع الساعه، فعطنا اياه. باقي لنا 19 دقيقة. هل صار مجاني ولا لا؟ والله لا. عطنا تسريع 5 دقائق. اوكي، استخدمنا 4 من تسريع الخمس دقائق وكملنا تطوير مركز القيادة. طيب نرجع هنا عند حق الدبابات ونشوف. الحين اقدر اطورهم. حلو. يبغى له ساعة برضه هذا. وهنا طيب هذا ما في اشكالية، لكن لازم نخلص الشغل هنا. هل فيه شيء يخليني ابني اكثر من مركز ولا لا؟ طيب خلينا نشوف. هذه مساحة فاضية. لا اتوقع ما اقدر ابني الا بناية بناية، يعني كل بناية في مره واحده اقدر ابنيها. طيب اوكي مو مشكله، نقدر نروح للبريد ونشوف المكافات حقتنا. بريد لاعب. اوه قائد احمد متى راح تفتح الكلان؟ كيف اضفتوني يا شباب؟ والله في ناس ما شاء الله كلموني من المتابعين عشان الحلقه هذيك. ابشر والله رد عليكم الحين. شوف هذا محمد ابو يمن يقول لك احمد انا متابعك والله احبك، اتابعك من اول ما بلشت سلسله ارك اترنال. الله. اسمي باليوتيوب حماده تقريبا. المهم حكيت لك نصايح عشان نصير مع بعض. تحالف ادخل تحالفي. حبك افضل يوتيوبر في الشرق الاوسط. الله هذه مدحه جامده يا اخي. ينفع ترد؟ ارد عليك يا حبيبي انت. ابشر. كتبت لي يا حبيبي انت ابشر، اطلع ردك في القناه اليوم ان شاء الله. حاطين لي واحد اصلع كذا كنهنا. طيب خلينا نشوف اللي بعده. يقول السلام عليكم ورحمه الله، قائد احمد متى راح تفتح الكلون؟ ابشر ابشر عليكم. والله في ناس يا اخي حمستوني والله. رد عليه نقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ابشر قريب. طيب اللي بعده هذا يقول احمد نمسس احبك حبيبي انت والله، ترسل له قلوب كذا كثيره خليه يستانس. اوكي ردينا على الرسائل. خلينا نشوف تقرير. اوف دفاع القاعده فشل. شباب لا حد يهجم علي، في ناس قاعد يهجمون علي ولا ايش السالفه؟ شوف هذا طب علي والله اخذ مني لوت. والله ما لكم داعي شباب، انا اوريكم سوي تحالف. هنا فشل 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 والله هجمات. فرموني الشباب، ما يصير يا شباب من هذا. والله ستريم سنايب هذا يا شباب، ما لكم داعي والله. خلوني استانس في اللعبه شوي. قرير انا اقول ايش السالفه، راح اللوت والموارد حقتنا. عطنا المكافاه هذه، مكافات تطوير مراكز ومركز القياده. حلو. طيب اتوقع جاء يعني الوقت اللي نسوي فيه تحالف صح؟ لان كذا بتقعد تجينا هجمات ما لها داعي. طيب انشاء تحالف. زي ما تشوفون قم باختيار اختصار تحالف اسمه NEM يعني نمسس، بس يقول لك يبغى 3 احرف فقط. طيب انشاء تحالف. لا تمتلك الذهب الكافي. عفا ولا حق الكتابات. اوكي بسويها بعد شوي. يبغى لنا ذهب يا عيال، يبغى لنا ذهب. خلينا نشوف هذا استخدام. لا 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 تستخدم. احنا نبغى ذهب. هل في صناديق هنا؟ وش ذا؟ صندوق الموارد عالية الجودة. استخدم صح؟ اتوقع يفتح لنا شيء. خلنا نفتح اشوف. ما ادري عاد. سبيكة نحاس مستوى 2. اوكي. اجل افتح الكل. كذا الكل صح؟ استخدم. هلا والله. ما في ذهب؟ لا بس جتني موارد كويسة. نايس. طيب هذا يمديني افتح الحين ولا لا؟ اي والله اقدر. نايس. جتني موارد برضه. نابض رولمان سبائك. اتوقع هذه اشياء مختصة يعني في بناء الدبابات وتصنيع الدبابات. افتح هنا بعد. ولا واحد من هذه الصناديق اعطانا ذهب. مو مشكلة. هذا الصندوق يمديني اختار المكافأة. تبغى طعام ولا نقد عسكري؟ والله اتوقع المزارع عندنا اوكي، فعطنا نقد عسكري. حط علامة صح هنا. تحصيل. نايس. خلنا 1,500,000. طيب نرجع عند البنايات. خلنا نشوف. ها
هذا باقي له وقت كثير، فخلنا نستخدم التسريع. أعطنا مسرع الساعة هذا دون ليفل 5، ما زلت أحتاجه إلى ليفل 4، فخلنا نكمل. والله يا مركز القيادة هذا كل شيء نبي نطوله، طبعا لازم تعرفون كل الألعاب كذا. يبغى جدار قاعد مستوى 5 ومخزون أو مخزن الموارد برضه مستوى 5. هذا مخزن الموارد خلنا نرفعه دقيقتين. عطى اللي بعده تطوير، اللي بعده صار ليفل 3 حلو، تطوير 4، هذا آخر شيء 5 تطوير، نص ساعة عطى تسريع، أوكي صار مستوى 5. طيب إيش تبغى بعد؟ تطوير جدار القاعدة، اضغط تطوير، جاهز للتطوير، عطوا مستوى 5، عطى تسريع. في ناس نصحوني يقول لا تستخدم التسريع من هالكلام، لكن صراحة يعني تعرف أنا قاعد أصور فلازم إذا ما استخدمت الحين يعني متى استخدمه. تم إنجاز الجدار، وش ذا تلفيل صح؟ ارتفع المستوى حلو. نقود ما فيه؟ والله ما فيه يا ولد المتابعين، انتظروني يا أخي. عندنا هذه بعد ما أسوي لهم معالجة، لكن يبغى لنا حديد وطعام زي ما تشوفون. الطعام يا طول العمر السلام أنا أقول نزود، نزود مزارع. أعطى مزارع بناء، هذه واحدة هنا، وعطنا برضو مزرعة بناء. هل في مصنع كذا مختص في الذهب؟ هذا حق إيش؟ هذه مزرعة، ورشة صيانة، مصنع الفولاذ، هذا اللي أبغاه. أتوقع هذا اللي راح يعطينا حديد، لكن زي ما تشوفون مركز القيادة لازم يكون ليفل 10، مستوى 10 عفوا. كيف نقدر نطور الحين؟ إيه نقدر نروح إلى ليفل 6. يقول راح تخسر درع الحماية، أفع عليك بس. وصنف تغيير الموقع الخاص بالمستجدين، أفع أنا مستجد، طور بس طور. وعطنا تسريع أبو ساعتين، باقي لنا 17 دقيقة. تم التطوير، تهانينا، حلو وصل إلى مركز 6، مركز القيادة إلى مستوى 6 قصدي. وش هذا؟ معسكر الجنرال الأكاديمية. إي والله الحين أقدر أحط الجنرالات، تذكرونهم هذول؟ مين أحسن جنرال يا عيال؟ أبغاكم تعلموني بالله، أعطونا نصايح قبل ما أختار. راح أخلي الجنرال بعدين، أشوف نصايحكم أول بعدين أختار. هذا ما زال يحتاج تطوير، خلنا نطوره برضو ساعتين. أوه أجل خلهم على مهلهم يا حبيبي، انضم لتحالفنا. ما أبغى انضم يا شباب، ما أبغى انضم. المهام خلنا نشوف المهام، تحصيل مكافآت. أو في مهمة هنا، تطوير معدات مدفع جو أرض الخاصة بطائرة الطيف المقاتل. تشوفون هذه آخر واحدة هنا، يقول لك راح يعطيك 100 ذهب. وهذول برضو هنا، وهذا هنا بعد تدريب 1000 مدمرة راح يعطوني 100 ذهب. حلو كذا أقدر أجيب الذهب. شوف هذه شو يقول لك، فتح واحد من المهارات الأسطورية للجنرالات يعطيني 1000 ذهب. انطلاق، وين راح هنا؟ أضغطينا خلنا نشوف استكشاف. كلما كانت مرتبة الجنرال أعلى كلما كانت مكافأة أفضل. قم بالنقل لينطلق الجنرال في عملية استكشاف. أنا ما عندي أي جنرال حاليا، توقع فعلوا لي هذه، بس لازم أفعل مهارة عشان أكمل التحدي. الله يسامحكم شباب دمرتوا دباباتي. أنا عموما راح أحتاج حديد، فخلني أشوف أتذكر فيه هنا في مصنع حديد هنا حولنا. شوف شوف هذا جاء جنبي كاتب أحمد بحبك حبيبي والله. خلني أشوفه تفاصيل القائد. الأعداء المهزومين 2980، ما شاء الله عليك، الله شكلك فنان أنت تصير صديقي. استطلاع، هل تود الاستطلاع؟ إيه خلنا نشوف إيش عنده هذا، خلنا نروح نستطلع. رجعنا بالمعلومات، أيوه بشروني وش عندكم معلومات. عادة الوحدات من الزحف العسكري، طيب أوكي وين الاستطلاع يا شباب؟ في البريد، تقرير المعركة، أيوه خلنا نشوف. نجح الاستطلاع، نقاط الدفاع 9101 من 9200. بس هذا التقرير لازم أرفع مستوى الرادار عشان أرفع معلومات الاستطلاع. بس هذول اللي هجموا علي الله يسامحهم، لا يكون انت اللي احمد بحبك وجاي تسطرني. وانا اقول وين راح الدباباتي، ولا كان الحين نشوف انها منجم حديد ولا. اوه هذا محمد ابو يمن هو اللي بعد راسلني. شباب انتم تقدرون تنقلون بيوتكم صح؟ اي والله شوفكم جيتوا جنبي ما شاء الله عليكم. هذا انا يعني ولا مين انا؟ هذا انا؟ اوكي لان هذا اللي على اليمين، هذا وهذا وبرضه هذا وهذا كلهم والله انكم اساطير يا شباب، والله ونستوني قسم بالله، افكر اني بكون وحيد. المهم هذول جو جنبي، اتوقع يقدرون يقولون قاعدتهم او شيء، فشوف كلهم جو جنبي عشان ان شاء الله اسوي تحالف. شكله بخلي واحد منكم شباب انتم اللي جنبي يسوي تحالف وانا ادخل معكم، لان ما عندي الا 170 يا اخي. او اني بشوف لي طريقه ارفع الذهب واسوي تحالف وننضم مع بعض باذن الله، نكمل في الحلقات الجايه. فبكذا وصلنا لهذا الفيديو، هذا أتمنى عجبتكم الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.